واقف الشركه بيزيكيلي كلهم عمال كلهم العمال ديال بيزيكيلي كيستنكروا من هذه الوقفه الاحتجاجيه كلهم كيستنكروا بان الشركه كتقطع لهم الاجور ديالهم وما كتاديش الواجب ديالها. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه تاديه الاجور، الاجور دائما متعطله للعمال في اي وقت ناقصه، وديما كيعطيو نص الثمن او اقل من ثمن العمال. هادشي علاش العمال كاين. هذه مده ديال 3 سنين ونص، 3 سنين الشركه غادا يعني كل وعلى حسب الاعاره. شوف الاخ ديالنا هو في واحد المرض مزمن وفي واحد الحاله لا يرثى لها، اسمع لا يرثى لها. هذا كيبين لكم شكون كيتحمل المسؤوليه في هادشي. الشركه على الشركه، الاداره كامله، الناس. هاك الاخ السلام عليكم، كامل دوب العبال ديليغي ديال بيزيكيلي كعمال كديليغي ديال العمال كنستنكروا هادشي اللي واقع علينا ثلاثة سنوات. كتقطع علينا الشركة ما يعادل 70 مليون في الشهر، اضربها في العام كتعطي 840 مليون، اضربها في ثلاث سنين كتعطي 2 مليار و540 مليون. شي الباترون ديالنا ما تيخلصش علينا لا ميتيال ولا لا سيمير، مع العلم وتيقطع علينا. حنا كتعرفوا حنا خدامين في شركة ديال الحديد، كنطلعوا عندنا لاوتور 40 متر و 50 متر وكنجلسوا على الحديد. اخوان كلشي مريض، وخير دليل ها هو معنا واحد الاخ تيدير الشيمي هنا، راه دابا متدهوره كيخلص من جيبو الشركه. شكون قولوا لي كنقول يا ودي اللهم ان هذا منكر، بغينا يتواضع ويجلس معانا ويخلص لنا الواجبات. ما كاينش حوار معاه. احنا العاده دابا حاليا رحنا معاه في العماله، كنا في عند المندوب، احنا دابا حاليا رحنا في العماله وان شاء الله عند السيد العامل والمسطره راه غدا ان شاء الله الى اخر رمق في حياتنا. وكنشكروا التفاتيل. شكرا.